السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هاد الفيديو تلقاكم بخير ولا خير. كنشكركم بزاف، كنشكركم على التشجيعات ديالكم اللي صراحة كتفرحني بزاف، واخا القناة غادية غير بشوية بشوية، ولكن الحمد لله. ان شاء الله غدا نحاول انا نخدم عليها من هنا لقدام. المهم بنات، كما كتشوفوا اليوم وكما تشوفوا العنوان، غدا نخدم معكم واحد جبادور اللي كتجي انيقه البنات، وعارفين يعني سورتو البنات كيحماقوا عليها، يعني كتلبس مع السراول بحال ما هكا. المهم كما كتشوفوا انا عندي هنايا التوب ديال الساتان، ممكن تستعملوا اي توب. هاد الساتان اصلا صعيب في الخدمه ديالو، انتم البنات يرطب رطب بزاف، وكيعذب حتى شويه في الخدمه ديالو. يعني نتوما كمبتدئات لبغيتو تخدموا هذا الموديل، خدموا باي توب البنات، اي توب، ومن الاحسن يكون توب اللي واقف اللي غادي يساعدكم. المهم الكليانه جابت لي هذا التوب، واخا المهم صعيب في الخدمه ديالو شويه، ماشي بزاف، ولكن غادا نحاول انني نخدم بها البيزه ديالها. المهم كما كتشوفوا انا عندي هنايا التوب، شحال عندي فيه، هي ما غتكونش طويله، يعني غتكون مطويلهش بزاف، غنديروهاش طويله، غنديروها لحد في القد، يعني هي اللي حدات الطول ديالها، الكليانه اللي حدات الطول ديالها. غادي نشوف شحال عندي انا هنا ديال في المقاس ديال الثوب. شوف ما عنديش كبير بزاف، وقيلا فيه غير شي متر ونص. متر ونص البنات، متر ونص. هنا البنات هذا الطول ديال التوب، يعني هنا من هنا لهنا عندي متر ونص، انا تنيتو على العرض ديال هذا هو العرض ديال التوب. هذا التوب كتشوفوا الحاشيه، يعني الحاشيه هي هذه، هاي الحاشيه ديال التوب هي هذه، وتنيت التوب على زوج بهذا الشكل، هذا نيتو على زوج، ومن بعد غادي نتنيه على ربعة، حيت هاد البياسه غنديرها مخزانيه، يعني غتكون الكتيفه طايحين. حتى الا ما كانتش كتيفه طايحين راه هذه هي الطريقه، حقاش ما كنحتاجوش حنا العرض لتحت بزاف، يعني هذه هي الطريقه ديالها. انتم البنات كنتني يعني حيت الثوب كيبقى يلعب بزاف، يعني خصني ندير معاه الخاطر، وهكذا انتم تعرفوا كيفاش تتعاملوا مع الثوبات ديالكم. ها انتم غادي نتني بهذا الشكل هذا، ولكن انا هاد الحشيه غادي نخرج السنتيم ديالي. ها انتم تمني يكون واضح، يعني هنا هذه هما الضوفات الاماميين، يعني هاد جوج طروفه هادو هما اللي غيكونوا الضوفات الاماميين، دونك غادي نخرجهم واحد السنتيم، وهذا هو الظهر، يعني غنفصلوا الظهر والامام في نفس الوقت، نتمنى يكون مفهوم. يعني كنخرجوا التوب ديالنا، يعني السنتيم ديالنا ديال الخياطه، وكنحطوا التوب بهذا الشكل هذا. يعني نتوما اللي كنتو مبتدئات البنات تفاداو بحال هاد الاثواب، انا راه كنحملهمش الصراحه حيت كيبقاو يلعبوا بزاف، ولكن الكليان ضروري اللي جاب لك الكليان خاصك تخيطو. ها نتوما البنات كنخرج داك السنتيم، يعني كون كان توب عادي كان غيجيني ساهل، ولكن دابا حيت كيلعب هاد التوب غادي نمشي معاه بشويه هكذا البنات، صافي، حيت انا الطول مطويلاش بزاف. صافي كنظن انني قاديتو، هانتوما خرجت السنتيم ديالي في كاع الجوانب، هانتوما يعني كنمشيو بشويه بشويه. فوالا صافي خرجتو. دابا البنات غادي ناخذ المقاسات ديالي، عندي في الكتف عندي 40 سنتيم، ملي كنبغي نجي ناخذ المقاسات فانا كناخذهم من هنايا، كنخلي السنتيم وكناخذ على الحد ديال الثوب اللي لتحت. ها انتم يعني ما خديتش هاد الحاشيه هذه اللي انا واخده هنايا،
عندي 40 سنتيم، 40 سنتيم، وجينا ناخد 8 سنتيم. كنتمنى يكون واضح، انا نحاول انني تشوف كيلعب بزاف، ولكن غادي نحاول انني نمشي معكم خطوه خطوه. هنا غادي ندير 3 سنتيم ديال العنق، وغادي ندير التقويره ديالي ديال العنق، وغادي نجي هنايا هانتوما، كنجي هنا كنهبط ب 3 سنتيم ديال الكتاف، وكن راسي هانتوما هنايا ب 3 سنتيم. كنجي البنات كنخرج ب 10 سنتيم، عفوا نخرج ب 14 سنتيم، باش يجيو الكتيف طايحين نخرج ب 14 سنتيم. ها هي هنا، شوفي جات هنا، هنا كنهبط هنايا واحد 5 سنتيم، وكنلاقي هاد النقطة مع هاد النقطة اللي حددت هنا ديال 3 سنتيم. صافي البنات كنجي هنايا، كنجي هنا البنات لهنا كنهبط ب 24 سنتيم. هاهي 24 سنتيم، يعني تبعو غير الطريقة. دونك عندي من هنا لهنا، هنا البنات غادي نجيو هنايا، غادي نجيو هنا، غادي نديرو 30 سنتيم، حيت حنا البنات بغي واخا بغيناها بغينا الكتيفات هابطين، ولكن السيدة ما بغاتهاش تكون عريضة، يعني بغاتها تكون مخزنية ولكن فيها الإيفازي، ما تكونش إيفازي بزاف، ولكن المهم ما تكون فيها الدخلة، يعني ما غاديش نهبطو النيشان كما شفتو حددت هنا 30، وغادي نديها 30، غنديها هنا غادي بحال واحد الغون. كنتعامل البنات مع التوب غير بشوية حقاش صعيب في الخدمة ديالو. المهم غادي نهبط هنايا في عندي في الطول، عندي في الطول ديال القياسة عندي 80 سنتيم، 80 غندير انا غادي نزيد غير واحد 2 سنتيم ديال الخياطة. كما قلت لكم الطول عندي 82 سنتيم، غادي نزيد فقط 2 سنتيم، وغادي نطراسي التوب ديالي بهذا الشكل هذا. غيبقاو ليا هنايا باش ناخذ الكميمات، يعني راه التوب بزاف كيتحرك. نعاود نشوف انا حركت، هانتوما البنات كيتحرك غير التوب شويه كيخسر المقاس كامل. صافي البنات دابا غادي نقطع هنا البنات الكتيفات، بعد ما هبطت 14 سنتيم، يعني كما قلت لكم الكتيفات طايحين هنا. الدورة ديال العنق هانتوما، هنا كمان، عفوا هنا ما طراسيتش كما كتشوفوا هنايا. غادي نجيب هاد النقطة هادي، يعني نخلي هاد العرض كامل، غادي نجيب هاد النقطة هادي، يعني ما غتهبطش نيشان هادي حيت فيها هاد الدخيلة هادي هانتوما، غادي نديرها هاد الدخيلة هادي بهاد الشكل هذا. صافي صافي البنات وكنكمل التقطاع ديالي بهاد الشكل هذا. هذا هي الضوفه ديالنا، ها هو كنكون خرجنا الامام، خرجنا الامام وخرجنا الخلف. كناخذوا الضوفه ديال الامام، ناخذ الضوفه ديال الامام بهذا الشكل هذا،
بهالطريقة هذه البنات. غادي نهبط هنا بواحد السنتيم، صافي البنات كنبط واحد نص سنتيم عفوا صافي. وهنايا هنا كندير الدوره ديال العنق ديالي، غندير هنا 8 سنتيم هنا البنات. راه ما كنوريكمش غير الطريقه ديال الصاله، ولكن الا كان شي توب بحال ما هكا صعيب كيفاش كتعاملوا معاه، يعني ما يخلعكمش، راه غير كتعطوا الخاطر شويه وصافي. هنا البنات غادي نجي للاكمام. بالنسبه للاكمام غناخذهم بهذه الطريقه، هذه طريقه سهله البنات تخدموا بها الكمام، يعني واخا الفصاله مخزنيه وغتجيكم لا صعيبه لا والو. انتم انا خديت الكمام ديالي بهذه الطريقه، هذه نيت التوب على 4 هكذا، ها هو على 4. كناخذو دوفا باش ناخذو الكمام ديالنا. انا خدت ديك لي تراسيتها، الشكل هذا، هذه هي الطوفه ديالنا، نحطها بهذا الشكل هذا، حطيتها فوق الثوب كما كتشوفوا. غنجي هنايا غنجي هنا هنا البنات فين حددت هنايا انايا هذا، في حددت 14 سنتيم، يعني كان عندي هنايا جاتني هنا. غادي ناخذ من هنايا البنات وغادي ناخذ الطول ديال الكم، عندي الكم فيه 59 سنتيم، يعني غناخذو من هنا وغادي نمشي انايا 59 سنتيم. ها هي هنايا، يعني كتاخدو من هنا من فين حددتو 14 وكتمشيو 59 سنتيم صافي. وبالنسبة لهنا كنخرجو هنايا داك السنتيم ديال الخياطة وكنطراسيو بهذا الشكل هذا، كنجيو هنايا لراس الكم نديرو 16 سنتيم ديال الكم ديال دورة الكم، وكنديو الكمينات ديالنا بهذا الشكل هذا. فوالا كنجي هنا البنات هنا كندخل بواحد سنتيم جوج سنتيم بهذه الطريقه، وكندي الخط ديالي هنايا، يعني ما كنطلعش نيشان، كندخل واحد تخيله هكذا صافي. غادي نشوفو وغادي نقطع الطريقة هذه صافي البنات، هذه الطريقة ديال الفصالة. دابا البنات غادي ندوز للخياطة. بالنسبة للخياطة ما غاديش نشاركها معكم، ولكن غادي نوريكم الشكل النهائي ديال البياسة. هذا اخواتي هو الشكل النهائي ديال الجبادور ديالنا، كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا.
كتجي قصيره. هنا خدمتها كامله بالسفيفه والكابل كما كتشوفوا. هانتوما الخدمه كي دايره. هانتوما درت ليها العقيدات. هنايا جات مخزانيه على هذا الشكل، هذا جاو الكتيفات طايحين. بالنسبه للكميمات خدمتهم حتى هما سامبل، غربي السفيفه والقيطان كما كتشوفوا الشكل ديالها. درت ليها غير هاد لاسانتور اللي رقيقه، شي حاجه يعني هي غتلبس مع السراول، يعني بغينا شي حاجه اللي سامبل كما كتشوفوا. ممكن ديروا لها لاسانتور، ممكن تحيدوه. انتما البنات ملي كنحيدوا هذا الحزام كيفاش كتولي، كتجي سامبل مطلوقه، كتجي حتى هي زوينه بهذا الشكل هذا. وممكن تستعملوا لاسانتور بطبيعه الحال الا بغيتو. المهم بنات كنتمنى الطريقه تكون عجباتكم ديال الفصاله، وحتى الشكل النهائي يكون نال الاعجاب ديالكم. كنتمنى انكم تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم وباللي جيم ديالكم، وشكرا لكم. شكرا لاي وحده كتشجعني وكتخلي لي كومونتير وكتخلي لي جيم. شكرا لكم بزاف وبسلام عليكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر باذن الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.